ساحة الجامعة. كانت الساحة الجامعة لجماعة الإخوان المسلمين وجماعة المتمردين الحوثيين وبعض الشباب الذين خرجوا من أجل ما قالوا إنها مطالب شرعية في التغيير والتصحيح. شيدت أول خيمتين، خيمة ما سمي بالثورة لناشطين في حركة الإخوان المسلمين، وخيمة ما سمي بالصمود لناشطين في حركة الحوثيين المتمردة. بدأ مخطط إسقاط النظام وبدأت المؤامرة. لا حذر مياه حسام، لا حذر مياه موهبي، لا عذر مش تجاه المزايد تجاه وكان سبع والمثلة. لا حذر مي، لا حذر مي، لا حذر مي أصحابها داخلها. علي صالح بعد شربه بعد شربه الشيء على صالح أنا بيتحرس الرئاسة. انقسم الشارع اليمني بين قلة قليلة تنادي بإسقاط النظام الجمهوري وبين أغلبية ساحقة تطالب بتحصين النظام الجمهوري وتفويت الفرصة أمام الملكيين الجدد. وانقسم الشعب اليمني إلى قسمين، إلى شارعين، شارع السبعين وشارع الستين. الأخوان المسلمين هناك والمؤتمر هناك واستمروا، بعدين كانوا يستهدفوا القوات المسلحة، البعض من الإخوان المسلمين الإصلاح الذي يسمونه. 2011 مخطط خطير على اليمن بشكل خاص وعلى الأمة العربية بشكل عام، في تدمير البنية التحتية وترحيل النظام، ما قالوا يرحل فلان، ترحيل النظام الجمهوري. كان المخطط قديما حديثا، صرح رجل الأعمال الإخواني حميد الأحمر عبر إحدى القنوات القطرية وفي إحدى المقابلات عن تحديه للنظام والقانون، قبل أن يحرض بعدها القيادي البارز في حركة الحوثيين المتمردة حسن زيد على اقتحام المؤسسات الحكومية. وكيف إذن تقول بأن اليمن ليس دولة ديمقراطية؟ تقول كل هذا الكلام وأنت عائد إلى اليمن ولا مشكلة لديك؟ ومن الذي يجرؤ أن يقول مثل هذا الكلام إلا إذا كان مستند إلى قبيلة الحاشد وإلى شيخ بن صادق الأحمر؟ إذن أنت يعني تعلن الآن بأنك تستند إلى هذه القبيلة التي قلت بأنها لا تحكم، هي فقط قبيلة قوية، لكني أستطيع أن أقول ما أقوله. تستطيع أن تحمي أبنائها، وهذا ما هو حاصل. على الشباب أن يفكروا في احتلال المنشآت العامة، في طريقهم مؤسسة النفط، وفي طريقهم وزارة الخارجية، وفي طريقهم أكثر من مؤسسة. على يقين كان الرئيس صالح يعرف أنه يحكم على رؤوس الثعابين. هذا هي هذه تخلينا نقول رؤوس الثعابين، كل عشيرة لوحدها، كل قبيلة لوحدها، كل كذا. فالحاكم إذا ما يكونش ملم بهذه الأمة وبشخصياتها الاجتماعية والسياسية والثقافية ويرضيهم ويتفاهم معهم، أكيد بيكون بيرقص على رؤوس الثعابين. كان لسياسة صالح نمطها الخاص في التعامل مع الثعابين، غلب مصلحة الوطن وعمل على مراضاة كافة الأطراف حفاظا على وطن يتسع للجميع. الرجل المخاطر، وعندما قال الرقص على رؤوس الثعابين ما جتش من فراغ، كان يعلم أنه كل يشكل خطر عليه، ليس الأخوان فقط بل كثيرين كانوا يشكل خطر عليه. لكن كان الرجل في دو في دو في دو في داخله كان رجل سلمي ورجل مناورة سياسية، أو بالأصح من عشاق المناورة السياسية. فرغم بعلمه بخطورتهم ذا لم يكن يلجأ للعنف،
لقمعهم أو التخلص منهم، بل كان يسعى أكثر الوقت لمناورتهم سياسيا وإرضاعهم والتوصل إلى حلول وسط للخروج من حلقة الدم، من حلقة إهدار الدم، من حلقة التعصب، من حلقة البطش، وهذا ما ميز عهده. كان يأمل حين ذاك أن يجعل من تلكم الثعابين كائنات وطنية لطيفة وأليفة قبل أن تثبت له الأيام عكس ذلك. لدغ من أقربهم إليه. تكتلت الثعابين عليه رغم اختلاف انتماءاتها الحزبية والمذهبية، وحشدت حولها كل قوى الشر لتنفيذ مخطط دولي يقضي بالقضاء على الجيش اليمني وإسقاط الدولة. تزاوج هنا تم ما بين شقي الإسلام السياسي، الإسلام السياسي الإخواني والذي يقوم على مبدأ الخلافة، والإسلام الشيعي الذي يقوم على الولاية. 2011 التقوا وعاشوا لحظات موحدة في الساحات، مما اسمها ساحة التغيير، واكتملت فصول المؤامرة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل 2013، حين تم التنسيق بين الجهتين على أساس مكايدة المؤتمر الشعبي العام وجماهير الشعب وكل القوى السياسية الأخرى المختلفة معهم. كان الجيش متماسكاً رغم انقسامه في العام 2011 بعد أن انضمت قطاع منه إلى ساحات ما سمي بالتغيير. أعلن قائد الفرقة الأولى مدرع علي محسن الأحمر انشقاقه عن النظام وانضمامه مع حزبه إلى الساحات. ظن الجميع بأن الجيش قد انهار، ولكن سرعان ما تعافى وتجاوز هذا الانقسام وأعيد ترص صفوفه للحفاظ على النظام الجمهوري. أصبحت قوى الشر أمام خيارين أحلاهما مر، إما أن يعودوا إلى أحضان النظام، وهذا سيغضب قوى التمويل الخارجي وقد يدفعون ثمنا باهظا لقاء ذلك، أو أن ينتقلوا لخطة بديلة تضمن لهم مواصلة المؤامرة. كانت الخطة البديلة تقضي بتصفية الرئيس وكبار القادة معه. وصلت معلومات استخباراتية إلى الرئيس بوجود مخطط لتصفيته. قام الفريق الأمني للرئيس بتأمين كل تحركات الرئيس ورفع الجاهزية القصوى إزاء ذلك، ونصحوا صالح بعدم الخروج إلى ميدان 70. قلت لسيد الرئيس اليوم ما بنخرج إلى 70. كالعادة رد عليه قال لي أنا أخرج. قلت له لا أرجوك يا فخامة الرئيس، لأنه لك 6 شهور وأنت بتمشينا يعني زي ما تحب أنت أو ما ترى أنت، وهذا غلط. معظم الرؤساء والزعماء هم اللي يمشوا وراء حراساتهم، بالذات في أوقات زي هذه، يعني أوقات صعبة وفيها مليئة بالمخاطر. قال أبا نخرج. أغلقت كل الثغرات وأصبحت الدائرة الأمنية بالرئيس موصدة. لم يكن أحد يتوقع أن تصل المؤامرة إلى استهداف الرئيس وهو يؤدي الصلاة. اختار المتآمرون جامع دار الرئاسة لتنفيذ مخططهم ومؤامرتهم.
أثناء ما إحنا متواجدين وأمننا المنصة جاهزنا، بدأت الصلاة ونحن جاهزين ومرتبين الوضع لوصول الزعيم رحمه الله. ففجأة سمعنا الانفجار، لأن ميدان السبعين هو قريب من الرئاسة. سمعنا الانفجار، توجهنا للرئاسة بسرعة، وصلنا ما كناش عارفين أصلاً أين الانفجار داخل الرئاسة، ما عرفنا شنو الانفجار. توجهنا فوصلنا إلى الرئاسة، مش حصل أين، قالوا ضربوا الجامع. أول كنا نقول إنه استهداف مباشر، ما كانش المعلومات إن هي إنها عبوة ناسفة أو كذا أو عمل إرهابي. مشهد غير متوقع وغير مطروح في الحسبان، أن يعمد المتآمرون بتفجير المسجد ومن بداخله من المصلين دفعة واحدة. سمعنا الخطبة، بعدها أقام الصلاة. بعدها قرأ الفاتحة وكان بيقرأ سورة الفتح. أنا حسيت أني بين عين أثناء الانفجار، كنت تقريبا عيني كانت مغمضة، فحسيت اني بين انه في كان في شيء بيرفعني، فكنت اسمع انيني وانين الله يرحمه علي القاسمي، العقيد علي القاسمي كان بجانبي، فما حسيت الا حنت لاطمنا في الجو، وقعت على الارض. ومجرد ما وقفت بعد ما سقطنا على الارض اشوف الوجه كامل، كان وجهي يشتعل، فمي كان يشتعل بشكل كبير، ايضا الى جانب ايدي. حاولت ردة الفعل السريعة أن أخمد النار في وجهي، فإذا بالجلد كان ينزل مع شدة وقوة الحريق. بشرى سارة، بشرى سارة، دوي، انفجار، انفجار في وسط دار الرئاسة، انفجار في هذه اللحظات، والدخان هذا كارثة. كانت كارثة، استهداف الرئيس وجميع مسؤولين الدولة. كنا نتابع التلفزيون ورأينا البشرى السارة التي زفوها إلى 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 الناس في الساحات، وكان المذيع يصرخ بأعلى صوته بشرى سارة، بشرى سارة، لقد تم ضرب دار الرئاسة. ورأينا أن الدخان يتصاعد مع هذه البشرى السارة، وطبعا بدم بارد تم ضرب جامع الرئاسة، هي ضمن حلقات التآمر للقضاء على رجال الدولة الذين كانوا يؤدوا صلاة الجمعة في الجامع مع الشهيد الزعيم الرئيس علي عبد الله صالح، يعني خلاص جماعي. تواصل معي الأخ أحمد علي وأبلغني بالحادث. انتقلت إلى دار الرئاسة، كان وقتها كان الرئيس تم نقله وكل قيادات الدولة الذي كانوا معهم من رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشورى ونواب مجلس الوزراء، وقيادات عسكرية وأمنية كبيرة جدا، ومن الأفراد الأسرة.
في يوم تنفيذ عملية تفجير جامع دار الرئاسة، كان الرئيس يحضر لاستقبال وساطة عسكرية وقبلية، وعلى رأسها نائب رئيس مجلس النواب الشيخ حمير الأحمر. كان يومها على أساس أنه حيجي وفد قبلي سياسي، وعلى رأسهم كان حمير الأحمر نائب رئيس مجلس النواب، فاعتذروا على أساس كان هذا كليم يخرجوا أن جميع الأطراف بحل لهذه الأزمة. في الساعات الأولى من عصر الثالث من يونيو عام 2011 استدعى الرئيس صالح نائبه وقائد الحرس الجمهوري وأمرهم بعدم الرد كي لا تراق الدماء. بعد أن تم إسعافه لمستشفى الأرضي، أول حاجة أعطى توجيهاته بعدم استخدام القوة، أعطى توجيهات صريحة حتى قائد الحرس الجمهوري، اتصل أنه أعطى توجيهات أنه بلغوا قائد الحرس، بلغوا لا أحد يضرب، وقفوا إطلاق النار. في هذه الأثناء استدعى الرئيس صالح الطاقم الإعلامي لتسجيل صوته ولطمأنة الناس. طلب الإعلام، قال جيبوا الإعلام. كان العميد أحمد قائد الحرس الجمهوري متواجد عنده، والعميد طارق وبعض أبنائه. طلب منهم، قال لهم رفعوني، كان ممدد على السرير في المستشفى، قال لهم ارفعوني. رفعوه، قال قرب الميكروفون، جابوا الميكروفون لجنبه وتكلم بالكلمة هذك: إذا أنتم بخير فأنا بخير، إذا أنتم بخير فأنا بخير، والحمد لله، وإن شاء الله يخرج شعبنا من هذه المحنة. وبعدها دخل في غيبوبة فقد الوعي خلالها 18 يوما. العمل اللي ارتكب في دار ياسا، من كانوا متواجدين؟ كانوا ناس كثير متواجدين، وداخل المسجد، المسجد هم كانت مثلا نقول الأخوان كانوا ينادوا، هم مسلمين وهم مرتبطين بالله سبحانه وتعالى، وأن الآخرين تكفير للآخرين، ولكن يقوموا في هذا المعتقد ويقوموا بتفجير مسجد. بعد أيام قليلة من الحادثة غادر الرئيس للعلاج بطائرة طبية خاصة إلى المملكة العربية السعودية، وهناك أجريت له العديد من العمليات الجراحية. كان الشارع اليمني في حال ذهول، وكانت الأخبار حول حياته متضاربة وغير مقنعة. ظهر الرئيس في أول خطاب متلفز من مقر إقامته في المملكة العربية السعودية رغم ظروفه الصحية الحرجة، طمأن خلالها الشعب ودعا للسلام كعادته مجددا. أكرر التحية إلى شعبنا اليمني الصامد، إلى الرجال والنساء في كل قرية وفي كل حدب وصوب في الداخل والخارج. ليلة ظهور الرئيس بالصوت والصورة كانت ليلة احتفال لدى كل اليمنيين، تزينت صنعاء وكل محافظات اليمن بالألعاب النارية ومن كل مكان، كانت الفرحة غامرة. تعافى الرئيس وبدأ بأول زيارة لزملائه الجرحى واطمأن على حالتهم.
ودعا بعدها رفيق دربه عزيز اليمن الشهيد عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى الذي أصيب في التفجير بجراح بليغة لم يكتب لها أن تندمل. فارق الحياة بعدها وذلك في 22 من رمضان من العام ذاته. التقى صالح في مقر إقامته بالمواطنين من المقيمين في المملكة وغيرها. سلامات يا كادر حكومتنا من الأخطار، سلاماتكم من غدرة الغدار وأعماله، من الإرهابي الجاحد تره متشتت الأفكار، لا حلل ولا حرم ولا دينه على باله، ولا حرمه لبيت الله والمصحف، يا للعار يهودي ما قد فعلها ولا دينه عرضاله. وصل الرئيس صنعاء وقدم بعدها مبادرة لحل الأزمة. وتم التوقيع على المبادرة التي سميت حينها بالمبادرة الخليجية. سلم الرئيس اليمني صالح الحكم السلمي لنائبه وبدأت اليمن مرحلة جديدة. أسلم عالم الثورة والجمهورية والحرية والأمن والاستقرار إلى يد آمنة وهو الزميل فخامة الرئيس عبد الرب المنصور هادي. أرغب أن أكون في هذا الوضع اليوم الذي أنا فيه، فإذا كنت بالأمس في هذا الكرسي اللي أنا جالس عليه أرفض أني أمسك بدلاً عن علي عبد الله صالح، لكن القدر وإصرار الرئيس على هذا الكلام وضعني في هذا الوضع. كان الناس يأملون خيراً في مرحلة ما بعد تنازل صالح عن الحكم، لكنهم فوجئوا بكم كبير من الحقد والانتقام تجاه كل المنجزات. فالجيش الذي حافظ عليه الرئيس صالح وقدم من أجله حياته وكل ما يملك بدأت قوى 11 من فبراير في هيكلته وملشنته. أقيل قادته المؤهلون وشتتت وحدته القتالية ليصبح الجيش أثراً بعد عين. إننا هنا في الساحات نعتبر الهيكلة الهدف الثاني بعد إسقاط النظام. يا حكومة الميثاق الوطني لن نوكل أحدا وكالة مغلقة بل مقيدة زمانا ومضمونا حولين كاملين لتحقيق الأهداف هيكلة الجيش قبل الحوار. في عملية هيكلة الوحدات الجيش والقوات المسلحة والأمن وعملت على تفكيك المؤسسة العسكرية والأمنية والتخلص من القيادات المدربة وذات الخبرة وبعثرت القوات في أكثر من مكان حتى لا تكون وإضعاف الروح المعنوية والحد من تسليح الوحدات العسكرية والأمنية وطبعا كانت نتائجه كارثية بعد ذلك، أنه تم استهداف عدد من قادة الجيش والأمن أكان بالاغتيالات أو بالعمليات الإرهابية أو بإدخالهم في صراعات في مناطق عدة أو بتسريحهم من الوحدات العسكرية والأمنية. تم تعيين قيادات بدل الذي تم إقصاؤهم في 2012، قيادات هزيلة غير قادرة على القيادة، قيادات عادية لا تستطيع وليست لديها حنكة القيادة الميدانية والإدارية في آن واحد. برزت قوى ميليشياوية جديدة تمثلت في ميليشيات الإخوان المسلمين وميليشيات الحوثي اللتين كانتا السبب الرئيس في تفكيك الجيش وتمزيقه. كان الإخوان المسلمون المسيطرون على الحكم في العام 2013 للميلاد على دراية بأن حليفهم الحوثي سينقض عليهم يوما ما. التوافق ما بين الإخوان والحوثيين أدى إلى فتح الطريق أمامهم من أجل هما الطرفين على كل مش طرف واحد،
الطرفين انقضوا على الجمهورية ومكاسبها. طبعا زي ما قلت التنسيق المبكر كان. الانقضاض على الجمهورية ومكتسباتها تم إطلاق الشرارة له في 2011 و2013 في الحوار، وثم بعد ذلك تم التتويج ب 2014. بدأ الحوثي يحس بتنامي قوته وتماسك جماعته، وخاصة بعد الخطاب التاريخي الذي تم الاعتذار لهم رسميا، وذلك في مؤتمر الحوار الوطني. كنا نتطلع أن يكون هذا الاعتذار من الدولة ثم من الحوثي لكل المظلومين، لكل المهجرين، لكل النازحين من أبناء يعني صعدة وحرف سفيان، وكان يجب أن يعتذر لأبناء القوات المسلحة والأمن الذي قاموا بدورهم في حماية الأمن والاستقرار وحماية الوحدة، فيعني الاعتذار كان ناقصاً. مع احترامي للمؤتمر الحوار في موفنبيك أعلننا نحاكم الجيش ونعتذر للحوثيين في نفس الوقت، ونعتذر لأن الجيش عمل جريمة في حقهم. وأيضا الذي من قوات الجيش والأمن الذي دافعوا عن مؤسسات الدولة، يعني مسك بعد 2011 و2012 مسكوهم ودخلوهم السجون قالوا يحاكموهم. ليش؟ لأنهم دافعوا وأدوا واجباتهم في الدفاع عن مؤسسات الدولة ومكتسبات الشعب اليمني. هاجمت ميليشيات الحوثي السلفيين في دماج، ذاق السلفيون فيها كل صنوف الإرهاب والتنكيل. كان للدولة موقف سلبي تجاه ما كان يحصل في دماج. هذا الموقف السلبي ظهر من موقف الوساطة عندما وضعت شرط مغادرة السلفيين دماج كشرط لإيقاف الحرب. أهل دماج قاوموا وقاتلوا الأخوان السلفيين، قاتلوا، وحتى إننا ألقيت كلمة في إب، وقلنا أن دماج كانت الشمحة المضيئة، فيجب أن الشعب اليمني يوقف بجانب أهالي دماج. وبعدين راحوا أقنعوا عبد ربه منصور هادي أنهم يهجروا أهل دماج من بلادهم. دخل الحوثيون دماج وعبثوا بمعالمها وفجروا مساجدها ومراكزها التعليمية الممتدة من دماج وحتى كتاف. لاقى تخاذل الدولة نحو أبناء دماج وتخاذل الإخوان في السلطة الحاكمة تذمراً كبيراً. علم الحوثيون بحالات التذمر لدى أبناء القبائل تجاه من خذلوا دماج، فاستغلوا الفرصة واتجهوا نحو قبيلة حاشد بقصد محاربة أولاد الأحمر ومن معهم من الإخوانيين، فكان لقبائل حاشد ما كان. في 8 فبراير أعلن الحوثيون سيطرتهم على حاشد وأسقطوا أهم معاقل آل الأحمر. لم يكتفي الحوثيون بسقوط حاشد، فقد وصلوا مؤامرتهم تجاه وحدات الجيش والأمن في محافظة عمران، وبدأت النقاط تنصب على مداخل المحافظة، وبدأ الحوثيون تجمعاتهم في مخيمات كبيرة على مداخل المدينة. سقط اللواء 310. أعلن عن عودة محافظة عمران إلى أحضان الدولة وعودة التطبيع فيها. اليوم نزور عمران ونطلب من الأخوة الذي نزحوا من محافظة عمران أن يعودوا إلى بيوتهم و
ويعودوا إلى عمران، فهناك اتفاق كامل على بدء الأمن والاستقرار، واتفاق كامل على الانسحاب من محافظة عمران وتوجيب الأمن والاستقرار ووجود الدولة. بسبب هذه الحروب والمحن المتلاحقة التي شهدتها اليمن خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2014، وبسبب الفساد المستشري لتجار الحروب، تضخم الدين العام، والذي أشار إلى انهيار اقتصادي وشيك. في هذه الأثناء اضطرت الحكومة إلى اتخاذ قرار رفع المشتقات النفطية. استغل الحوثيون الفرصة للمرة الثانية وحصلوا على طبق من ذهب، وأشعلوا الاحتجاجات في صنعاء وغير صنعاء بمبرر ظاهره المطالبة بإسقاط الجرعة وباطنه استكمال مخططهم المرسوم في السيطرة على الدولة. شيدت الخيام في مداخل العاصمة وشارع المطار، كعادتها تبدأ بخيمة وتنتهي بدم وسيطرة وتوغل. في أول صدام معها كان الهدف جهاز الأمن القومي، الجهاز الأكثر دراية ومعرفة بحقيقة هذه الجماعة. لم يتوقف الصدام عند جهاز الأمن القومي فقط، فقد تمددت مظاهرات الحوثيين وخيامهم باتجاه وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء، بغية السيطرة على هاتين المؤسستين الهامتين. راح ضحية تلك الصدامات العديد من الأبرياء الذين كانوا يظنون أنها مظاهرات حقوقية. كان مخطط الحوثيين لإسقاط العاصمة صنعاء يحتاج إلى إيقاع شرخ أكبر بين القوى المتصارعة، وتم ذلك بالفعل من خلال تحييد كل قوة لحالها. في أغسطس عام 2014 للميلاد، قرر الحوثيون التخلص من الرئيس السابق كونه العقبة الأهم أمام مشروعهم التوسعي. خطط الفريق المكلف بذلك من قبل زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي. كان الهدف هذه المرة تفجير منزل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في الثنية عن طريق نفق تحت الأرض يصل حتى منزله، وتفخيخه بأكبر قدر من العبوات حتى يتم القضاء على صالح وكل من معه ومن حوله في المنزل. كشفت المؤامرة ووصلت المعلومات إلى نجله خالد علي عبد الله صالح. من ناحيته تحرك خالد بمجموعة من حراسته الساعة 10 ليلاً لتفتيش المحلات والورش والأحواش المحيطة بمنزل الرئيس صالح. جاء بلاغ وصل إلى عند الأخ خالد علي عبد الله صالح مساء. كان طريقة البلاغ إنه في ناس بيحفروا نفق، مع الأساس إنه لا داخل منزل الرئيس في الثانية. ساعة ما تلقى الخبر الأستاذ خالد علي عبد الله صالح خرج هو مرافقين، لفوا على المنزل والأحواش والهناجر المحيطة بالهذا، فاكتشف خالد النفق في أحد الهناجر الذي لقيوها بالقرب من الثانية. واكتشف النفق حينها، وبعد نزول أجهزة الأمن تم التعرف على المتورطين في العملية، لكن بعد أن فروا إلى صعدة. كان يريد الحوثي أن تنجح هذه الجريمة ويلصقها بالإخوان المسلمين، كونه يعلم مدى الشرخ الحاصل بين صالح والإخوان. تم تميع القضية، أوصلهم بعد فترة ولا زالوا، كان مجموعة منهم في السجن، تم تهريب واحد منهم، وكان المراد بها أنهم يعني تخلص من الزعيم رحمة الله عليه وإلصاق التهمة بالإخوان المسلمين. في منتصف سبتمبر سنة 2014 بدأ التحرك الحوثي نحو العاصمة صنعاء، فأسقطوا أهم مواقع شمال العاصمة، حيث تمت السيطرة على تبة صادق وتبة الأمن السياسي ووادي الأعناب، قبل أن تنتقل المعركة بعد ذلك إلى تبة التلفزيون. ما إن سقط التلفزيون بيد الحوثيين حتى سقطت الفرقة الأولى مدرع، وبذلك
سقطت العاصمة صنعاء بيد الحوثيين كاملة ظهر 21 من سبتمبر. وفي مساء نفس اليوم وقعت الحكومة اليمنية مع ميليشيات الحوثي ما سمي باتفاق السلم والشراكة، ذلك الاتفاق الذي حول الحوثي من متمرد إلى شريك. نحن ما أتينا إلى هذا القاعة ونوقع إلا لوقف نزيف الدم اليمني الذي يسيل في كل شارع، وهذا عمل لا يرضى الله ولا يرضي رسوله، ونحن مسؤولين أمام شعبنا ونتحمل المسؤولية في وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ ما ورد في هذه البنود. لم يقتنع الحوثيون بسيطرتهم على العاصمة صنعاء فحسب، بل توجهوا نحو الشرق الجنوبي بقصد السيطرة الكاملة على اليمن الجمهوري وإعلان دولتهم الخامنائية من جنوب الجزيرة العربية. لكنهم لاقوا مقاومة شديدة في تخوم مدينة مأرب وأطراف البيضاء، كما لاقوا مقاومة شرسة في محافظات تعز والمحافظات الجنوبية والشرقية. قدم الرئيس هادي وحكومته استقالتهم، واعتقل الرئيس هادي في منزله وأصبح تحت الإقامة الجبرية. نهار الجمعة 16 فبراير 2015 للميلاد، أصدر الحوثي إعلاناً دستورياً قضى بتعطيل كل مؤسسات الدولة واستبدالها بلجان ثورية تحت قيادة الجماعة. يشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضواً، يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه. هرب عبد ربه والحوثي كان بشكل أو بآخر ترك هادي منزله ووصل إلى محافظة عدن وأعلن منها محاربة الحوثي. لقد قادرت صنعاء الحبيبة عاصمة الجمهورية اليمنية ورمز شموخها مكرها بعد أن سيطرت الماليشيات الحوثية المسلحة عليها، هاجمت وحاصرت منزلي واستهدفته فكانت حصارا لكل اليمنيين. وصلت ميليشيات الحوثي عدن وغادر الرئيس إلى خارج البلاد. بدأ الحوثي استكمال سيطرته على ما تبقى من محافظات الجنوب، لكن المتمردين في 26 مارس 2015 استهدفوا بالغارات الجوية، الأمر الذي جعلهم يتراجعون مخلفين وراءهم المئات من القتلى والجرحى. حاول الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أن يطرح مبادرات سلام، ولكنه اصطدم برفض الحوثيين ودول التحالف لمبادرته المقدمة. الأخوة الأشقاء، قودونا إلى طاولة الحوار والحكم هو صناديق الاقتراع، وقودنا وقودوا كل المكونات السياسية وستكون معكم إلى طاولة الحوار ونحتكم إلى صناديق الاقتراع في إطار التبادل السلمي للسلطة. كان للحوثيين مشروعهم التوسعي في المنطقة، لذلك رفضوا مبادرة صالح للسلام، وكان للتحالف أذن واحدة يسمع منها صوت الإخوان الذين ينصبون العداء لصالح. استطاع الإخوان المسلمون بالكذب والتدليس إهام دول التحالف بأن صالح هو الهدف وليس الحوثي. هنالك لم يعد للرئيس صالح خيار آخر إلا أن يتحالف مع الحوثيين تحالفا صوريا بغرض عودة مؤسسات الدولة لعملها وإسقاط إعلانهم الدستوري المعطل لها، وتم الاتفاق على ذلك. نحن في المؤتمر الشعبي العام نحاول أن نحافظ على ما تبقى من الدولة
وهم كانوا ينشطوا خارج إطار الدولة ويمارسوا الأمور بدون مصوغات قانونية ولا محاسبة ولا مراقبة. اختلفنا معهم حول الوزارات، اختلفنا معهم حول المنهج، تغيير المناهج في التربية والتعليم، اختلفنا معهم حول البنك المركزي وشفط الاحتياط اللي كان مودع فيه، اختلفنا معهم في كل شيء، في كل شيء يخص الإنسان والحياة. لكن الحوثيين وكعادتهم ناكثون للعهود والمواثيق، ظلوا في السطو على مؤسسات الدولة غير آبهين بما تم الاتفاق عليه، ليصل بهم الأمر إلى التدخل في المنهج الدراسي وتحويله بما يتناسب ومشروعهم الإيراني. إن المؤتمر الشعبي العام يعلن موقفه الرافض لعملية تعديل مناهج التعليم، إدراكاً منه إن هذه القضية الوطنية تحتاج بالدرجة الأولى إلى توافق وطني. بدأت الحرب الباردة بين المتمردين الحوثيين وبين الرئيس صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام.